الآن نستعرض معكم أداء أسواق المال الإماراتية في بداية جلسة هذا اليوم، ونرى بأن مؤشر سوق أبوظبي عند 9258 نقطة وتراجع ب0.3% في هذه الأثناء. بالنسبة لقيمة التداولات كانت عند أكثر أو تصل لأكثر من 317 مليون درهم بحجم بفاق 64 مليون سهم. بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا بالحجم في سوق العاصمة أبوظبي، مجموعة مالتي بلاي على رأس القائمة وتداول أكثر من 8 ملايين سهم، آيبكس للاستثمار تداول أكثر من 6 ملايين سهم، وأدنوك للحفر تداول 4.5 مليون سهم. بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا بالقيمة في سوق أبوظبي، العالمية القابضة أي سي وعلى رأس القائمة وتداول 87 مليون درهم حتى هذه الأثناء، الفضبي القابضة تداول أكثر من 32 مليون درهم، أدنوك للحفر تداول 20 مليون درهم. ماذا عن سوق دبي للأوراق المالية في الجلسة الصباحية؟ أيضا تراجع ب14% في هذه الأثناء، والمؤشر عند 4305 نقاط. قيمة التداولات في سوق دبي عند 122 مليون درهم، والتداولات تقترب من 63 مليون سهم. بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا بالحجم في سوق دبي، الاتحاد العقاري تداول قرابة 14.5 مليون سهم، دريك أنسكال تداول أكثر من 8 ملايين سهم، وسالك تداول 7 ملايين سهم و400 ألف سهم. بالنسبة للشركات أو الأسهم الأكثر تداولا بالقيمة في سوق دبي، عمار العقارية تداول أكثر من 33 مليون درهم حتى هذه اللحظة، سالك تداول أكثر من 26 مليون، وديوا تداول 8 ملايين و300 ألف درهم حتى هذه الأثناء.